بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في سلسله تعليم ماده نظريه القطع او ماده سيرو اوف ميتال كاتنج الخاصه بطلبه الفرقه الاولى بقسم هندسه الانتاج والتصميم الميكانيكي بكليه الهندسه جامعه بورسعيد. معكم المهندس اسلام محمد، مدرس مساعد بكليه الهندسه جامعه بورسعيد. ان شاء الله هنبدا نشتغل ماده سيرو اوف ميتال كاتنج او ماده نظريه القطع، والكلية منزلة الموديل بتاعها على الموقع الرسمي. يا ريت كل الطلبة كلها تفعل الإيميل الأكاديمي بتاعها عشان هنبدأ نرفع الشتات والمحاضرات على الموقع اللي هو الخاص بالموديل للمادة بتاعتنا. وإن شاء الله السكاشن هتبدأ تنزل على القناة الخاصة باليوتيوب. في البداية نبدأ نتكلم عن موضوع الماشيننج بروسيس، التصنيف بتاعهم. زي ما احنا عارفين ان الماشين، او لو انت ما عندكش فكرة خالص عن موضوع الماشيننج، بينقسم الى تراديشنال ونون تراديشنال، او حاجة اسمها التشغيل التقليدي والتشغيل الغير تقليدي. هنبدأ نسيب التشغيل الغير تقليدي للكلام ده هتبدأ تدرسه في كورسات قادمة، وهنبدأ نشتغل على موضوع التراديشنال او موضوع التشغيل التقليدي. من اشهر الكلام ده هو موضوع عمليه الشيب ريموفال او عمليه ازاله الريش زي باستخدام مجموعه من الماكينات. ده اللي هنبدا نشتغل عليه في ماده القطع، او هنبدا نشتغل عليه في السنه دي. لو احنا اتكلمنا بطريقه بسيطه جدا، هو مين هو كيفيه تعريف موضوع الميتال ماشيننج او موضوع تشغيل المعادن. تشغيل المعادن او التعريف بتاعها هو عمليه الحصول على المنتج النهائي عن طريق ازاله جزء من الماتيريال بتاعك بيكون في صوره ريش. لو احنا وضحنا في الصوره الواضحه هتكون عندك دي شكل الشغلانه بتاعتك، وده الحد القاطع اللي بيبدا يشيل جزء من المعدن او من الماتيريال، بيطلع في صوره الصوره اللي شكلها قدامنا دي، ده شكل الرايش اللي بيطلع من الماده. طب هو ايه مميزات موضوع الماشيننج؟ ممكن بيكون عندك في طلع لك نعومة السطح، دقة الأبعاد، الحصول على منتجات ذات سلبة اللي هو عملية بنكون عايز تعمل شغلة فيها سلبة معينة، أو التجاويف داخلية. الكلام ده بيكون بطريقة كويسة جدا في موضوع التشغيل. من مميزات كمان هو موضوع العمل على توفير الوقت والمجهود. ومن عيوب التشغيل هو ان المعدن او الماتيريال انت بتفقد خامه كتير، لان انت كل ما بتشغل كل ما بتقعد بتخدر في خامات. وطبعا التشغيل بيحتاج لكهرباء وبيستهلك من موضوع الكهرباء، ولازم تبدا تعمل صيانه دوريه ووقائيه كل فتره عشان موضوع المكنه اللي قدامك، وطبعا تتبع الامن الصناعي وموضوع السبت. لو اتكلمنا عن موضوع الماشيننج بروسيس او عمليات التشغيل، بيكون عمليات التشغيل عندك بتنقسم الى نوعين رئيسيين. النوع الاولاني هو عباره عن المانوال، والنوع الثاني هو عباره عن الميكانيكا. المانوال زي ما احنا عرفنا او درسنا في هندسه الانتاج في اعدادي، هو موضوع اللي هو القياس والشنقره وموضوع البراده. انما في موضوع الميكانيكا الماشيننج بيظهر لك مجموعة من الماكينات زي ماكينات التيرنينج والشيبنج والميلينج، أو زي ما احنا بنقول كده عملية الخراطة، مكنة الخراطة والمقاشط والفرايز والمتاقيب ومكنات التجليخ. ودي الصور بتوضح لك دي مكنة التجليخ ومكنة المتقاب ومكنة بتاعة المخرطة والتفريز والمقاشط. دي مجموعة من العمليات المختلفة بتوضح لك كل عملية، بتوضح لك للمكنة بتاعتها أو للماشين اللي بتبدأ تشتغل عليها، وبيوضح قدامك هنا دي المخرطة والتفريز والمتقاب والتجليخ. وفي عمليات اللي هي الحديثة زي عملية القطع بالليزر والقطع بالمي. طيب موضوع نتكلم عن موضوع الكاتنج تول. الكاتنج تول او الحد القاطع بتاعه بينقسم الى نوعين رئيسيين، هو عباره عن السنجل بوينت والمالتي بوينت. السنجل بوينت بيكون فيه مكنات زي الخراطه والبورنج والشيبنج المقاشط،
انما موضوع المالتي بوينت بيكون فيه ماكينات اللي هي المتقاب والتفريز والبروشنج والمناشير والكلام ده. وزي ما وضح في الصوره اللي قدامك، ده شكل الحد القاطع ما يكون سنجل بوينت، وده ما يكون شكل حد القاطع في المالتي بوينت. ادي النوعين المختلفين، ده شكل الحد القاطع وادي شكل الحد القاطع الخاص بالمالتي بوينت. وبيقول لك ان ممكن يكون الحد القاطع بيكون لينير موشن، او بيتحرك في حركه خطيه، او بيتحرك في حركه دائريه زي الشكل اللي هو بتاع المالتي بوينت. طب هي المواد اللي هتبدا تصنع منها الحد القاطع زي الكربون ستيل والالو ستيل والهاي سبيد ستيل والكربايد والسيراميكس والدايموند والمجموعه من الماتيريال المختلفه، ولازم الماتيريال دي يكون فيها مجموعه من الخواص اللي هتبدا تشتغل عليه. طب هي الخواص اللي هبدا اشتغل عليها اللي انا اصنع منها المواد دي لازم يكون متوفر فيها ايه؟ لازم يكون عندك ان الماده دي الصلابه بتاعتها عاليه عند درجات حراره، لان طبعا انت بتعمل عمليه تشغيل بيكون عندك قوه احتكاك فبيولد لك حراره عاليه، فلازم تعمل الماده اللي انت مصنع منها الحد القاطع يتوفر فيها عوامل منها موضوع الصلاده والمتانه وموضوع الكروجن او موضوع التاكل او الوير. وطبعا لازم يكون عندك اللو كوست بتاعها او التكلفه بتاعتها تكون قليله، وموضوع الكيميكال ستابيليتي. طب الكوتنج كونديشن بتاعت الماشيننج بتكون في ثلاث نقط رئيسيين. النقطه الاولانيه هي موضوع الكوتنج سبيد والفيد، او زي ما احنا بنقول كلها كاتنج سبيد اللي هي سرعه القطع، والفيد اللي هي التغذيه، والديبس اوف كات اللي هو عباره عن السمك بتاع القط او السمك اللي انت شلته. لو انا بصيت على الشكل الشغلانه اللي قدامي، لو انا بصيت كده ده البعد بتاعها اللي هو الدي نوت، هو عباره عن القطر الاساسي بتاعها. انت كان عندك القطر بتاع البار اللي قدامك ليه قطر خارجي، انت عاوز تشيل له قطر، عاوز توصل ليه قطر بتاع الدي فاينل، يبقى انت هتشيل الجزء اللي هو بتاع الديبس اوف كات. إيه عندك السرعة اللي هو الدوران اللي هو الفي، وعندك الحد القاطع والاتجاه بتاع التغذية بتاعك. عندك قانون بيسمى الـ MRR أو Material Remover Rate اللي هو بيساوي الفي في الاف في الدي، وعرفنا الفي عبارة عن ايه والاف عبارة عن ايه والدي عبارة عن ايه. لو مسكنا مجموعة القوانين هنبدأ نشتغل عليها في الشيت رقم واحد في موضوع السيرو اوف ميتال كارد. القانون الاولاني هو عباره عن الشيب سيكنس ريشيو اللي هو بيساوي ايه؟ قال لك ان الار بتساوي التي نوت على التي سي. طب نبدا نبص على الرسمه الاول عشان نبدا نفهم يعني ايه التي نوت ونبدا التي سي. ده شكل الشغلانه بتاعتك وادي شكل حد القطع. لو انا الشكل قدامك ده بيوضح لك التي نوت اللي هتبدا تشيلها او السمك اللي هيبدا يشيله، ده التي نوت ده السمك اللي هتبدا تشيله قبل عملية اللي هو إزالة الرش، وده السمك التاني ده اللي هو السمك ما بعد عملية الشغلان أو بعد اللي هو التشغيل، يعني أنت في قبل وفي بعد. والدبليو اللي هو العرض، لو أنا بصيت على الشكل اللي تحت كده هتلاقي عندك الطول والرش، وفي فرق ما بينهم اللي هو زاوية اسمها ألفا، دي حاجة اسمها الراك أنجل، وعندي زاوية تانية اللي هي الفاي، ودي بنسميها الشير أنجل. وده الطول بتاع ال LS اللي هو عبارة عن طول القص بتاعي. يبقى أنا عندي ال R هنا بتساوي إيه؟ بتساوي ال T نود على ال T C. عرفنا إن ال T نود هي اللي هي قبل عملية إزالة الريش، وال T C اللي هي بعد عملية القطع أو بعد عملية إزالة الريش. طب الشير انجل هنا عندي عباره عن ايه؟ عباره ببساطه اللي هي عباره عن التان فاي على الار كوزين الفا على واحد ناقص ار ساين الفا. طب الشير سترين او الانفعال بتاع القص بيساوي ايه؟ بيساوي الجاما بتساوي التان افتح قوس فاي ناقص الالفا زائد كوتان الفاي، وعرفنا الفاي اللي هي عباره عن الشير انجل، وتقدر تحسبها من القانون اللي قدامك ده، والالفا بتكون هي عباره عن الراك انجل اللي ما بين الحد القاطع والراج. ده بطريقه بسيطه جدا تقدر تحسب حاجه اسمها الشير بلان انجل عن طريق شويه الشغل البسيط، شغل حساب المثلثات تقدر تحسب منه الكلام ده.
طيب انت عندك حاجه كمان اللي هو عباره عن مين، عباره عن الشير ستريس. الشير ستريس تعريفها ببساطه اللي هو عباره عن قوه على المساحه. القوه بتاعتك بتكون عباره عن قوه القص، والمساحه هي المساحه اللي حصل لها القص او عمليه اللي ايه مساحه القص بتاعتك. مساحه القص اللي عندي عباره عن ايه؟ هو عباره عن الطول بتاع اللي هو عباره عن الطول بتاع القص في العرض بتاعه اللي هو مين اللي هو الدبليو، يبقى ال اس في الدبليو. طب ال ال اس نفسها دي بتساوي ايه؟ لو انا مسكت كده ال ال اس دي، لو انا مسكتها كده ده عباره عن ال عباره عن التي نوت على الساين فاي بحساب المثلثات بطريقه بسيطه. يبقى اذا ان التاو بتساوي القوه على المساحه، المساحه بقت عباره عن ايه؟ عباره عن الدبليو في التي نوت على الساين فاي. طيب عندك الموضوع الكاتنج فيلوسيتي او سرعات القطع. عندك 3 سرعات رئيسيين اللي هي عباره عن الكاتنج فيلوسيتي والشيب فيلوسيتي والشيب او الشير فيلوسيتي او سرعه القص. وبحساب مثلث السرعات تقدر تحسب القانون اللي قدامك. يبقى انت الشكل مجموعه القوانين المطالب بيها اللي هتبدا تحل بيها في المسائل الخاصه بسرعات القطع. هنبدأ ناخد مثال عشان نبدأ نعوض بالكلام ده ونبدأ نفهم الموضوع ده ماشي ازاي. قالك في موضوع الماشيننج اوبريشن، انت عندك عملية كاتنج. الكاتنج تول الراك انجل بتاعتها كانت عبارة عن 10 درجات، والشيب سيكنس قبل عملية القطع اللي هو التي نوت بتساوي نص، والشيب سيكنس بعد عملية القطع اللي هو التي سي بتساوي 1 و125. وعاوزك تحسب الشير بلان انجل اللي هو عبارة عن الفاي، واحسب لي الشير سترين اللي هو عباره عن الجاما. طب لو انا كتبت الميدتان بتساوي فاي الار كوزاين الفا على 1 ناقص ار ساين الفا، يبقى عندك ايه اللي ناقص؟ ده انت تبدا تقول لي والله انا عندي الراك انجل اللي هي ب 10 وعندي الار قيمتها مش موجوده، يبقى الار عندي بتساوي مين؟ بتساوي التي نود على التي سي. طب التي نود بكام؟ بنص على التي سي اللي هي عباره عن 1 و1. تقدر تحسب الكلام ده وتروح تعوضه في القانون بتاع الشير انجل، تقدر تحسب الفاي بتاعتك او الشير انجل تطلع معاك 25 و4 درجات. وبعد كده تقدر تحسب الشير سترين تعويض مباشر في القانون اللي قدامك. انت جبت الفاي وعندك الراك انجل، تعوض فيها تعويض مباشر تقدر تطلع النتيجة بتاعتك. طيب نبدأ نخش في المسائل بتاعت الشيت الخاصة بمادة سيرو في متر كاري. طبعا الشيت ده مع الطلبه كلها زي ما احنا اتفقنا في السكشن اللي فات، هنبدا نشتغل ازاي في موضوع الشيت اللي هتبدا تحل عليه. انا هحل معاكم كذا مساله وانت هتبدا تحل بقيه المسائل في الكشكول الخاص بالماده. في المثال الاولاني قال لك المطلوب تحسب الشير انجل، وانت عندك العينة بتاعت من الألمونيوم قطرها 30 وعاوز يوصلها ل 27، وكانت التغذية بتاعتك 2 من 10 مليمتر على الريفوليوشن، والشيب سيكنس بعد عملية التشغيل كانت قيمتها 3 من 10 مليمتر. المطلوب تحسب الراك انجل، الراك انجل قيمتها 8. المطلوب تحسب الشير انجل. طيب انت الشير انجل عندك بتساوي ايه؟ اللي انت عارف القانون اللي هو بتاع الفار. يبقى انت عندك الار، اروح احسب الار بطريقه بسيطه جدا، اقول له والله الار بتساوي التي نوت على التي سي. يبقى التي نوت بكام؟ تمام، ب 2 من 10 على التي سي اللي هو عباره عن 3 من 10. تقدر تحسب تقسم الكلام ده على الكلام ده، وتقدر تحسب قيمه الار اللي هي الريشيو، وبعد كده تروح تعوضها في القانون بتاع الشير انجل، ويتعوض في عندك الار وعندك الالفا، تقدر تحسب القيمه بتاعت الفاضي. دي المساله الاولانيه. المساله الثانيه المطلوب عندك قال لك انت عندك ذا كاتنج كونديشن اللي عمليه من القطع سبيد سرعتها كاتنج سبيد سرعه القطع قيمته 2 متر على الثانيه، وعندك ان التي نوت بتساوي 25 من 100 مللي متر، والعرض بتساوي 3 مللي متر، والراك انجل كانت قيمتها او الالفا قيمتها 10 درجات، والشيب سيكنس اللي هي بعد عمليه القطع او التي سي بتساوي 54 مليمتر.
المطلوب تحسب الشير انجل وتحسب الشير سترين وتحسب الام ار ار. تعويض مباشر اللي انت عندك اول حاجه الار بتساوي تي نود على تي سي، تي نود بكام؟ 25 على ال 54. طيب يبقى هتروح تعوض في القانون بتاع الفاي، يبقى انت عندك الالف وعندك الار ويبقى ناقص لك بس مين؟ الفاي. تقدر تحسب الفاي. طب الشير انجل الشير سترين تقدر تحسبها من القانون بتاعها، يبقى انت عندك الفاي لسه حاسبها وعندك الالف معطى، تقدر تحسب الشير. طب الام ار ار بتساوي عباره عن ايه؟ عباره عن التي في الدبليو في الفي، هو مديك الفي ومديك الدبليو ومديك التي نوت، تقدر تضرب الكلام ده في بعض وتحسب الام ار ار. بعد كده هتبدا تحل انت المساله رقم 3 ورقم 4. في المساله رقم 5 قال لك المطلوب تحسب الشير اريا لعمليه الميتال كاتنج اوبريشن، وكانت الفيد ريت قيمتها 254 من 1000 ملم على ريفوليوشن، والديبس اوف كات كانت قيمتها 3 علامه 175 ملم، والشير انجل قيمتها 20 درجه. يبقى المطلوب تحسب الشير اريا اللي عندك. طب القانون بتاع الشير اريا كان قايل لك ايه؟ قال لك ان الاي اس او المساحه بتاعت القص بتساوي الدبليو في التي نوت على الساين فاي. الفاي عندك قيمتها بكام؟ انت عندك قيمتها ب 20، والدبليو عندك هنا قيمتها ب ب 3 علامة 175، والتي نوت قيمتها ب 0 علامة 254. تقدر تعوض الكلام ده تعويض مباشر، تقدر تطلع مساحة القص. بعد كده في المسألة اللي بعد كده قال لك المطلوب تحسب الطول بتاع الشير، وكان مديك ان الفيد بتساوي قيمة 0 علامة 0.18 انش على اللفه، والشير انجل قيمتها 20 اللي هي عباره عن الفاي، والراك انجل كانت قيمتها او الالفا بتساوي 10 درجات. يبقى المطلوب بتاع ال اس بتساوي ايه؟ تي نود على الساين فاي. انا عندي الفاي وعندي التي نود بتساوي القيمه بتاعتها اللي هو مديها لك معطى، تقدر تحسب ال تقدر تحسب ال اس. طيب هو عايز يحسب تاني ايه؟ هو عاوز يحسب الشيب سيكنس. الشيب سيكنس بتساوي ايه؟ احنا كنا عارفين ان الار بتساوي التي نود على التي سي. طيب الار نفسها بتساوي ايه؟ بتساوي ساين فاي على كوزاين فاي ناقص الفا. كل الكلام ده بقى عندك معطى، يبقى انت عندك ايه؟ جبت قيمه الار، يبقى تقدر تحسب مين؟ التي سي، تطلعها بره يبقى التي نود على الار، تقدر تحسب التي سي بتاعتك. تقدر تحل انت المساله رقم 7 والمساله رقم 8. في المسألة رقم 9 قال لك إن أنت عندك سرعة القطع، سرعة القطع قيمتها 450 ار بي ام، وقال لك إن التغذية عندك قيمتها 2 من 10، وقال لك إن ال دي نوت كانت قيمتها ب 45، والألفا كانت قيمتها 10 درجات، والتي سي كانت قيمتها نص مليمتر. المطلوب تحسب الشيب فيلوستي أو سرعة سرعة اللي هي بتاعت الشيب فلوستي، وتحسب الشير فلوستي أو سرعة القص من القانون بتاع ال V بيساوي باي دي ان على انت عندك القطر اللي هو عبارة عن 45، وال N اللي هي عبارة عن 450 على ال 1000. طيب يبقى ال V C بتساوي كام من القوانين اللي انت خدتها في بداية السكشن أو في المحاضرة مع الدكتور؟ يبقى ال V بتساوي ال V في ال R. انا عندي البي جبتها من القانون اللي فوق ده، وعندي الار قيمتها منين؟ بتساوي ايه؟ بتساوي التي نوت على التي سي. التي نوت هو مديها لك ب 2 من 10، والتي سي قيمتها بنص، تقدر تحسب الكلام ده يطلع معاك 4 من 10. طيب المطلوب الثاني كان عاوز يحسب مين؟ عاوز يحسب الشير فيلوستي اللي هي بتساوي الفي كوزاين الفا على الكوزاين فاي ناقص الالفا. انت عندك القيمه بتاعت الراك انجل، يبقى ناقصك مين؟ ناقصك الفاي، تقدر تحسبها من القانون بتاع التان فاي،
كل الكلام ده موجود معاك كمعطى، تقدر تحسب الفاي، وبعد ما تحسب الفاي تقدر تعوض فيه القانون اللي قدامك، تقدر تحسب موضوع الشير فلوس. المثال رقم 10 تبدأ تحله انت. وبكده احنا موضوع السكشن رقم 1 الخاص بمادة نظرية القطر خلصنا كده كمجمل. كل المطلوب منك ان انت تبدأ تعرف القوانين كويس جدا، وتبدأ تحل المسائل بإيدك، وإن شاء الله نلتقي في سكاشن أخرى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.